حذر رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أنور شريعان من التوجهات التي يتبناها البعض لإسناد جامعة أشدادية لجامعة خاصة، مؤكدا خطورة ذلك على المستوى الأكاديمي للجامعة. التحذير جاء خلال الغبقة الرمضانية لجمعية أعضاء هيئة التدريس والتي أقيمت مساء أمس وتخللها تكريم عدد من الأساتذة المتقاعدين. بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ومدير عام جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت غبقتها السنوية الأولى بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس الحاليين والسابقين. الجامعة أو الجامعات في العالم كلها الإدارة خادمة لعنصرين أساسيين في الجامعة اللي هما أساتذة الجامعة والمدرسين، وجامعتنا العتيدة مهمتها أن تخلق المشاكل للأساتذة وللطلبة. وفي كلمة له خلال القبقة أشاد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور أنور الشرعان بالتعاون المثمر بين إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي لتذليل المصاعب التي واجهت الهيئة التدريسية في الجامعة خلال الفترة الماضية. كان في تعاون كبير مع إدارة الجامعية ومع معالي الوزير، نشكرهم على هذا التعاون خلال الفترة السابقة لمحاولة حل هذه المشاكل. كثير المشاكل حلت ولكن ما زالت بعض المشاكل عالقة. نتمنى، وهذه رسالة يمكن تكون موجهة إلى القيادة السياسية في مجلس وزراء أو في مجلس أمة، على تأكيد استقلالية الجامعة من خلال قانون 1966. الشريعان أكد أن الجمعية ستواصل عملها الذي بدأته قبل أكثر من شهر لمواجهة التوجهات التي يتبناها البعض لسلب موقع الشدادية من جامعة الكويت وإسناده لجامعات خاصة، مشيرا إلى خطورة ذلك على المستوى الأكاديمي ومخرجات التعليم من مثل هذه الجامعات التي لا تهدف إلا لتحقيق أرباح أو سمعة إعلامية فقط على حد تعبيره. لا نريد أن يكون لدينا جامعة حكومية بإدارة جامعات خاصة تستوعب 40,000 طالب وطالبة وتكون نتيجة حملت شهادات، وهذا أخطر خطر ممكن أن يواجه الكويت ومستقبل الكويت. الغبقة الرمضانية تخللها تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين انتقلوا إلى رحمة الله والأساتذة المغادرين نهاية العام الجامعي الحالي، بالإضافة إلى الأساتذة المتقاعدين.